Hello everyone and welcome to a new rule with me, Srafa. Today we're going to study Rule 8, Comparing and Contrasting. المقارنة والتباين هن عبارة عن كلمات بستخدمها بالموضوع لقارن أو وضح الاختلاف بين شيئين. طبعا رح نميز بين الcompare والcontrast حسب الكلمات الموجودة بكل وحدة فيهم. We're going to start with comparing. المقارنة. بالمقارنة بستخدم إما much أو less وبعدهم بيجي صفة وبعدهم than. For example, we can say farming is less profitable than it used to be. لاحظوا أنه استخدمنا المصطلح is less than. Another example. The city is much busier than the countryside. عم قارن هون باستخدام much or less وبعدها than اللي هي صيغة المقارنة. أما الcontrasting فبستخدم فيه مصطلحات أكثر. There are several words and expressions we can use to contrast ideas. 1. Whereas. Whereas معناها بينما. This joins two clauses. بتضم جزئين جملة. For example, I prefer living in the town, whereas my brother prefers the country. لاحظوا أن كلمة whereas إجت بالوسط بين جزئين الجملة وسبقت بفاصلة. لما بتجي بالوسط دائما بحط قبلها فاصلة. أما إذا إجت ببداية الجملة فبتكون الفاصلة بين الجزء الأول والجزء الثاني. For example, whereas some people enjoy the outdoor life, others spend all their time indoors. قارنا بين شيئين مختلفين. إذن نقدر نستخدم كلمة whereas بالوسط مسبوقة بفاصلة أو ببداية الجملة وبتكون الفاصلة بين جزئين الجملة. The second word is but. This joins two clauses. كمان نستخدمها لنربط جزئين الجملة. طبعا بتجي but بالوسط. أنا عم أقول شيء بالأول ولكن الشيء الثاني. For example, my brother prefers living in the country, but I prefer the town. لاحظوا أنه عملنا مقارنة باستخدام كلمة but بوسط الجملة. On the other hand, this can't be used to join clauses. هاي الكلمة ما بنستخدمها لربط جزئين الجملة وإنما لازم تربط جملتين ودائما بيجي قبل نقطة وبعد فاصلة. For example, traveling by car is very cheap. حكينا الجملة الأولى. لناقضها بستخدم on the other hand. On the other hand, flying is much quicker. هون قارنت بين طريقتين سفر باستخدام كلمة on the other hand. قلنا دائما تسبق بنقطة وبيجي بعدها فاصلة وبتربط بين جملتين منفصلتين. Instead of بدلا من نقدر نستخدمها ببداية الجملة ونقدر نستخدمها بوسط الجملة. For example, instead of flying, let's go by car. لاحظوا انه بعد instead of والكلمة الأساسية حطينا فاصلة. Can I have tea instead of coffee, please? استخدمناها بوسط الجملة من دون فواصل. The last one is in comparison with. بالمقارنة مع. طبعا بتجي ببداية الجملة وبنفصل بين جزئين الجملة بفاصلة. In comparison with flying, driving is quite slow and dangerous. مطلوب منكم بهاي القاعدة تحفظوا الكلمات اللي بستخدمها مع صيغة المقارنة والكلمات اللي بستخدمها مع صيغة التباين لوضح الاختلاف بين شيئين أنا عم بحكي عنهم. إذن كلمات اللي بستخدمها بالcontrasting هي whereas, but, on the other hand, instead of, in comparison with.
أما الكلمات اللي بستخدمها بالمقارنة هي much أو less، وبعدهم بيجي صفة وبعدهم than. That's everything for today. Thanks for your time. See you next lesson.